مساك الله بالخير اخوي خالد، ومسي على ضيوفك الكرام. الله حياك الله. في لقاء سابق كانت قد صدرت احكام ابتدائيه ضد الصندوق، سالتك هل الصندوق سيلتزم بتنفيذها؟ قلت لها هي احكام ابتدائيه، اذا صدرت احكام نهائيه سيلتزم الصندوق. صدرت احكام نهائيه قرابه 65 حكم نهائي ضد الصندوق في منطقه القصيم، هل الصندوق سيلتزم بتنفيذها؟ اولا اخوي خالد احب اكد لك واكد للاخوه المستمعين الكرام وضيوفك الكرام ان الصندوق لن يكون في يوم من الايام خصم يعني المواطنين، بل الصندوق سيستمر على الهدف اللي انشئ من اجله، خدمه جميع المستفيدين بكل ما نستطيع من يسر وسهوله. اما ثانيا بالنسبه للامر الاحكام اللي صدرت اخوي خالد، فالشيء اللي احب اكده لك انه لم تكن نتيجه ضعف في حجه الصندوق، بل هي للاسف نتيجه تقصير موظف في فرعنا في القصيم بتقديم الاستئناف في الوقت المحدد، ولذلك لم يقدم الصندوق الاستئناف واصدر القاضي الحكم.